السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك لنا ولكم شهر رمضان المبارك، ونحن نعيش آخر أيام هذا الشهر المبارك. نسأل الله أن لا نكون ممن حرم غفران الله في هذا الشهر. القرآن الكريم وصف جماعة وقال عنهم تشابهت قلوبهم. ما المقصود من تشابهت قلوبهم، وكيف لنا أن نسقط هذه الآية على بني إسرائيل في ماضيهم وحاضرهم هذا اليوم؟ أرحب بكم أجمل ترحيب وأبارك لكم مرة أخرى شهر رمضان المبارك، وأرحب بضيفي سماحة العلامة الشيخ فلاح القريشي. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا، شهر مبارك إن شاء الله علينا وعليكم. السلام عليكم وعلى كل المشاهديك الكرام وعلى كل الأمة الإسلامية، وهنيئا لهم بهذا الشهر الفضيل الذي باشر على الانتهاء، وإن شاء الله عيد سعيد لكل المسلمين وعودة إلى الله إن شاء الله. اللهم آمين. سمحت الشيخ، مستعد لموضوع الحلقة؟ موضوع الحلقة فيه جنبة قرآنية وفيه نوعا ما عمق علمي، مستعد لهذا الموضوع إن شاء الله؟ خدمتكم هنا يا الله، على بركة الله. إذن أحبتي، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود لنبدأ هذه الحلقة، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا، نبدأ على بركة الله. حياك الله مرة أخرى سماحة الشيخ فلاح القريشي، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة ثانية. سماحة الشيخ، القرآن تحدث عن تشابهت قلوبهم، أعتقد أنها سنة من السنن الإلهية في القرآن الكريم. يعني تشابهت قلوبهم هو إشارة إلى أنه السلوك مهما تعدد قد يكون إلى مرجعية واحدة، وهي مرجعية مثلا ما تسميه أنت تشابهت قلوبهم. في القرآن إشارات عدة طبعا، كل يعمل على شاكلته، الشاكلة هنا الهيئة الباطنية اللي ممكن تصدر منها الأفعال. فإذا تشابهت الهيئات الباطنية اللي هي مثلا الأخلاق أو الملكات أو النوايا وغيرها، ممكن راح السلوكيات تكون واحدة. في موضوعنا تريد أن تشير إلى أن الماضي والحاضر هو واحد في نمطيات سلوكه، خصوصا إذا أمة تربت على نصوص محرفة، نصوص مزورة، تجعل من هذا الفرد أو من هذه الجماعة ضمن قالب نمطي وسلوك نمطي محدد. فإذا تشابهت قلوبهم يعني أنت تريد تشير بحسب ما فهمت أنه إلى سلوك محدد ينبع من موطن نفساني، قد يكون مريض أو قد يكون لا مو مريض، اللي هو تسميه أنت تشابهت قلوبهم، أو القرآن أشار إلى مبدأ تشابهت قلوبهم. سمحت الشيخ، يعني نجد أهل الباطل وإن اختلفت أزمانهم وأماكنهم كأنه التصرفات واحدة وكأنه الموجه واحد، من هذا الباب نقول تشابهت قلوبهم. يعني عندما ننظر إلى بني إسرائيل، لو تسمح سماحة الشيخ، مرة تكون دوافع عقدية، مرة تكون دوافع سيكولوجية، مرض نفسي. تدري المرض هو مرض، والسلوك اللي ناتج من هذا المرض هو نفس السلوك. يعني شيخ، عندما ننظر إلى بني إسرائيل، لو تسمح شيخي، عندما ننظر إلى بني إسرائيل ما فعلوه قبل آلاف السنين وما يفعلوه اليوم في غزة، نجده واحد. من هذا الباب قلت تشابهت قلوبهم. هذا طبعا إلى عمق تاريخي، وإلى عمق بالعادات والتقاليد والتحريف الديني، وإلى يعني دراسة خلينا نقول سيكولوجية نفسية أيضا، باعتبار أنهم يعيشون حالة الدونية والشتات وغيرها من القبيل. هذا فهذا هو بعده، هذا كأنما الله حكمهم بالتاريخ بهذا اللون من الشتات، وأراد منهم أن يخرجوا، يعني يخرجوا من هاي الحالة. هم بقوا بهذه الحالة اللي هي حالة الدونية، وحالة أنه شيخ يعني يقول أنه شعب، لو تسمح لو تسمح، وين الحالة الدونية؟ ما هم شعب مميز، هم ما عاشوا حالة، هم شعب مميز، يعني الله ميزهم وقدمهم وفضلهم في كثير من المواضع، وهناك إشارات صريحة للقرآن التاريخي اللي هم اليهود في التاريخ اللي الله فضلهم ونعم عليهم. لكن يهود اليوم هم أغلبهم من شتات العالم، اللي هم من الخزر المغولي،
اليوم ترى اليهود اللي في أوروبا هم من شعب الخزر، اللي هم نوع من المغول، حاربهم الإسلام وحاربتهم أوروبا، وبالقرن الثاني عشر راحوا عاشوا بهنغاريا وغير هنغاريا. جيد. بالتالي هم مو نفس اليهود اللي أنت تتحدث عنهم، واليهود اللي قاول 12 في قبيلة، هذه كلها ضاعت بالتاريخ. جيد سماحة الشيخ، يعني هناك من يقول أن الاثنا عشر قبيلة هي إشارة إلى اثنا عشر خليفة من خلفاء يعقوب. بالتالي هم يعني تاريخيا هم يصنفون نفسهم 12 قبيلة، لكن ما هاي ال 12 قبيلة وينهم؟ هم ديانة قومية مولانا، يعني هسه احنا ديانة مفتوحة، ممكن أي قومية، ممكن أي عرق، ممكن أي شخص يجي ينتمي لهذا الدين. هم جعلوا الدين ضمن قومية محددة، ضمن قبائل محددة، حتى اللي يجي يعني يريد يدخل لهذا الدين لازم يدخل ضمن سياق قبلي محدد. اما الاثنا عشر اللي هم يدعون بها قبائل ما بقى منها شيء، اين اثارهم؟ يعني انتهوا في التاريخ. اليوم جيد. اللي موجود في اوروبا قلت لك هم المغول، وفي العرب نتيجة الشتات ضاعوا بالبلدان. جيد. فبالتالي انت من تيجي تقول انه هذا الشعب هو نفسه الذي ذكر بالقرآن وفضل وانعم عليه بنعمة وجود نبي الله موسى عليه السلام، نعم يعني هم قوم استبدلوا. تدري اكو سنة بالقرآن وسنة الله يستبدل الأقوام جيد سمحت الشيخ، ويأتي بقوم آخر. هذه ثاني أو ثالث مرة نذكر السنن القرآنية، يا حبذا لو فقط تبين لهذا المصطلح معنى السنن القرآنية حتى أقدر يعني أنسجم فكريا ويا حضرتك ويا ما تطرحه، ما معنى السنن طبعا القرآنية؟ انت اي خلينا تسوي مدخل لهذا الامر. تدري انت سيد محمد باقر صدر اشار في كتاب المدرسه القرانيه الى ان هناك سنن حاكمه على التاريخ. كانت الشيوعيه تقول السنه الحاكمه على التاريخ هو صراع طبقات العمال مع الاقطاعيين تنتج طبقه البروليتاريا، وجماعه الراسماليه يقولون الصراع والبقاء للأقوى. احنا بالإسلام عندنا لا، الله جعل للتاريخ بعض القواعد والأحكام والسنن هي التي تحكم التاريخ. مثل من إنه منه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول فدمرناها تدميرا. مثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من، فبالتالي انت وفر الايمان والتقوى راح تنفتح بركات السماء. بالنتيجه السنن هي التي تحكم التاريخ، اذا دخلنا ضمن هاي المعادله وضمن السنه، فاذا كانت سنه عذاب واهلاك مثل امرنا مترفيها ففسقوا فيها فراح تتعذب هذه الامم وتنتهي وتتلاشى. اما اذا لا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بالايمان والتقوى أهل القرى راح تنفتح عليهم سنة وبركة السماء. عموما بالنسبة لليهود حتى القرآن يشير بشكل واضح على أنه كثير منهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني أنت من تجي تتحدث أقوام حتى الله مسخهم، يعني سمحت الشيخ لا تجي بالجانب تربطنا ما بين الآخر، الماضي بالجانب والحاضر على أنهم لو نفس تسمح الشخصيات. لشيخنا بالجانب الآخر، الله سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ونزيد المحسنين، ما قلت لك هسه انت بعد بتحشي يعني شعب محدد. بعد الخطايا السبعة، سمحت الشيخ، بعد الخطايا السبعة الله سبحانه وتعالى قال لهم بس ادخلوا للباب وتقولون حطة كلمة عبرية معناها اغفر، نغفر لكم سبع خطايا وهي سبعتها شرك. قالوا حنطة. بالتالي أن هذا الباب فتح لهم سماحة الشيخ. مولانا هو انت تتحدث قبل التيت. شيخنا هذا الباب حتى للمسلمين ما فتح. لا مولانا شلون، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. هذا الباب مفتوح للمسلمين بوجود الاولياء. اسمح لي دقيقة خلي ابين لك يعني وجهة نظري بالموضوع. شيخنا الباب الذي فتح لبني إسرائيل بعد سبع خطايا، هاي الخطايا السبعة هي كلها شرك بالله،
فتح لهم الباب ادخل الباب سجدا وقولوا حطة. أما أمة محمد صلى الله عليه وآله قالوا إن الله يغفر الذنوب جميع إلا أن يشرك به. هناك غفر جميع الذنوب حتى الشرك، ولأمة محمد لم يغفر الشرك. تتحدث عن حجة غير تامة بالنسبة للأمم السابقة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الحجج غير تامة، بعد بمحمد صلى الله عليه وآله تمت الحجج، فبالنتيجة نحن موقعنا كأمة هي أعلى الأمم باعتبار الحجة تامة، وحتى موقع الحساب مالتنا يكون أشد من الأمم السابقة، لأن إحنا عندنا نبي محمد صلى الله عليه وآله اللي هو خاتم الرسل وتمام الحجة. أما الأمم السابقة يكون فيها شركيات والله يغفر لهم، وبعدين يوجههم إلى طريق الصواب بواسطة الأنبياء. فأنت من تتحدث عن اليهود اللي هم قبل المسيح، هذولا ما تم الحجة عليهم باعتبار أن العقل البشري في الزمن يعني اليهودي هو طبعا عقل مادي، كان وكان يتجه إلى المادية مو مثل المسيح اللي وكان يتجه إلى الروحانية. بالتالي يعني وإذا أشركوا في زمن موسى وغفر الله لهم، في زمن محمد هذا الكلام لأن الحجة تامة. في زمن محمد صلى الله عليه وآله حتى العذابات التكوينية على الأمم هم انتفت، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني بالتالي أي لا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، قاتلوهم يعذبهم بأيديكم وأيدي إنه إحنا اليوم السنة سنة القتال، سنة الجهاد، تريد تحارب الأمم وتنتصر، الله كفل لهذه الأمة النصر إذا كان الحرب مع، مو بعد ننتظر الجراد والقمل والدم وما أدري هاي الأمور، هاي الأمور قبل محمد صلى الله عليه وآله. كثير في كثير من المزايا في زمن محمد، غلقت السماء، غلقت عن الشياطين، الكهانة أبطلت. ليش؟ لأنه محمد حجة تامة. فأنت تتحدث عن حجة تامة، إي صحيح أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. أما تحكي لي قبل محمد صلى الله عليه وآله، لا كانت الحجة مو تامة، وكان الله يرسل الرسل ويرسل الرسول بعد الرسول حتى تهتدي هذه الأمة إلى طريق الصواب. أما أمتنا لا، في رسول واحد وكافي أنت الموضوع اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. جاي سمحت الشيخ، بني إسرائيل كيف كان يتعاملون مع بقية الشعوب وحتى مع الأنبياء؟ هذا الأمر يشبه اليوم ما يتعامل به الصهيونية أو الصهاين اليوم مع أهلنا بغزة وفلسطين، بل مع العالم بشكل عام. هم قلت لك هسه احنا خلينا نتفق اتفاق استاذ عمار، شيخ عمار عين، احنا عندما نتحدث عن اليهود نتحدث عن بون تاريخي، يعني تبدلت الشخصيات، تبدلت الأمم، دخلت ثقافات. مفهوم مثلا نحن أبناء الله وأحبائه، نحن شعب الله المختار، كانت تقال في سياق. اليوم إذا قيلت تقال في سياق مختلف، يعني مو نفس السياق اللي كان مثلا سببه هناك وجود موسى، يعني تفضيلهم على الأمم اللي موجودين في عصرهم كان بسبب وجود نبوة وبسبب وجود كتاب وبسبب هذه المدارات. طبعا فد معلومة تاريخية إن هم كانوا تحت حكم الهكسوسي، وكان الهكسوسي يعذبوهم عذاب يعني شديد، وكانوا في زمن الهكسوسي يعبدون العجل. من اجوا الفراعنة الأقباط وقالوا لهم بعد ماكو عبادة عجل، عبدوا فرعون. بعدين من باليم نسف عفوا من عبر بهم موسى عليه السلام وراح يجيب الألواح، هم رجعوا إلى عبادة العجل، العبادة اللي كان الهكسوس اللي يستضعفوهم. بلي بالتالي هم اي يعني هم من تجي حتى مثلا ما هم شنو التمايز اللي كان عندهم؟ هم يتمايزون بالرسالة التي أرسلت لهم اللي هو موسى عليه السلام على الأقوام اللي كانت يعني قبلهم أو معاهم. بالتالي هم رجعوا عبدوا العجل، وأجى موسى عليه السلام غضبان أسفا نسف العجل وغيرها من هاي الأمور، إلى أن الله حكم عليهم بالتيه. فأنت حتى كلمة حطة وخاي كلها قبل التيه، قبل العذاب الأبدي الذي يعذبوا به، وهو أنهم لا يذهبون إلى الشتات، لا وطن ولا لهم أي معلم تاريخي. هم اليوم صنعهم معلم تاريخي ترى، يعني في فلسطين قالوا والله أكو هيكل وأكو ما أدري شنو. بالتالي هم تاريخهم مو مثلنا اليوم، مثل الوهابية يريد يمحونه. تاريخنا اليوم معالم موجودة وأبنية وأضرحة
روح ثقافية، هم لا سمحت انتهى هذا الشيخ، الأمر لا عندهم. لو تسمح، لو تسمح، هناك من يقول، طبعا أنا سمعتها من أكثر من باحث ومؤرخ معتمد طبعا في العراق وغير العراق، حتى صرح بها الباحث الكبير رحمة الله عليه سهيل زكار، وقرأت أبحاث من هنا وهناك، بعضها قدمت للعتبة العباسية المطهرة، تتحدث عن أن موسى كان عراقيا، دعني استطرد عرضا بالبحث، وأن ما جرى في على موسى جرى في العراق، وهذا لعله ينسجم كثيرا مع أطماع الصهاينة اليوم بالعراق، ومع ما وجد من آثار لبني إسرائيل بالعراق، وتنسجم مع قصة ناديناه من جانب الطور الأيمن وما إلى ذلك. يعني هسه هذا بعد لا الحدث سيما التاريخي سمحت يرد الشيخ، إخبارك. لا سيما احنا نعرف أن موسى لم يوجد له أثر في مصر ولا أثر اي، واحد. بالتالي الحديث اللي تتحدث عنه هو حديث علمي يراد بحث أركولوجي، يعني ممكن ان يعني خرجنا عن سياق الحديث. أنا قلت تستطرد ولكن احنا عرضا يعني، لأن عندي سمحت الشيخ الثابت عندنا ان عندي كل غاية الانبياء أريد وكل أوصلها. الرسل لهم موطئ في العراق، يعني بغض النظر ان كان هو عراقي الجنسية او غير عراقي، المهم كل الانبياء وكل الاولياء مروا بالعراق وسكنوا العراق وكانت لهم احداث خاصة بالعراق، ومن ضمنهم موسى عليه السلام. جيد سمحت الشيخ، يقال أن من 12 سبط من أسباط موسى 10 منهم في العراق، لعله هذا يبرر ل أو لا احنا واضح طور السنين والنجف وقضية وجوده بالنجف وكلم الله موسى تكليما في النجف. بالنتيجة احنا يعني واقعا قلت لك كل نبي، وهاي رواية بهذا الشأن موجودة، كل نبي مر بالعراق وكل نبي كان له حدث بالعراق. هسه تبقى اثبات عراقيته من عدمها، تدري هو من العراق قبل، ما كان هذا العراق اليوم حتى نقول مثلا العراق القومي، لا هو قبل كان حضارات سومرية وبابلية وغيرها، وكان بابل هي سجن اليهود، يعني بالنتيجة حمورابي جابهم وسجنهم وعذبهم هنا بالعراق. بالتالي هم لهم يعني لهم وجود بالعراق، ما ننكر هذا الوجود. احنا المهم يا شيخ نخلي نفرق ما بين اليهود وما بين الصهاينة. اليهود مذكورين كأهل كتاب في القرآن، وعندنا بيننا وبينهم اكو سياق تعامل شرعي، ولكن الصهاينة هم الذين يريدون أن يستوطنون القدس ويريدون أن، وهم يحاربون بالنتيجة، هم مجتمع حربي يحاربون المسلمين ويقتلون أطفال المسلمين، هذول اللي احنا عندنا مشكلة وياهم، جيد سمحت هذول الشيخ، اللي يجب أن نثقف ضدهم يعني، وليس اليهود مطلقا. بلي سماحة الشيخ، هناك من يقول أن الحركة الماسونية في عمقها التاريخي يعني اخترقت الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية من الداخل، وهي التي غيرت وهي التي حرفت وهي التي قادت إسرائيل بهذا الشكل حتى وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه. يعني بالتالي أنا خلي أعطيك وجهة نظر، أنه هاي التهويل للحركة الماسونية، وأنه شلون اليوم الحشاشين يحاولون أن يجعلون الحشاشين اللي هي فرقة إسلامية شيعية مستضعفة، أصلا نكلوا بالحشاشين أكثر ما نكل بكل الأقوام والملل، يحاولون اليوم يعني يخرجون بهذه الصورة الإرهابية. كذلك مثلا من تجي للماسونية أنها هي التي تغير العالم وأنها القوة العظمى، ما أتجه باتجاه هيك تفسيرات. اليهود عايشين عقدة تاريخية اللي هو التيه، والقرآن أشار إلى التيه واضح، فتيه في الأرض، هاي التيه تدري من تجي تحلله ضمن مثلا سياق نفساني، أنه هذا الإنسان ما عايش مستقر، دائما يكون في بلاد مستضعف. شلون اليوم الأقليات بالبلدان تحاول أن تسوي جماعة، تحاول أن تتحكم بالاقتصاد، تحاول أن تتحكم، هم عايشين هاي الحالة. من تجي تعكسها على البعد التربوي، هو دائما يحس بالخطر، هو دائما يحس بأنه منبوذ. بالنتيجة من يعني من تيجي هم تدرس تحولاتهم التاريخية كبلدان وانتقالاتهم، هم ما عندهم يعني بعد ما عندهم حضارة، ما عندهم امتداد، انتفى الامتداد غير التوراة.
لهذا هم سماحة شيخ، أضرحتهم يعني الموجودة، أضرحتهم الموجودة في العراق وغير العراق، هذا جزء من تراثهم أضرحة ووجودهم. الأنبياء، أضرحة الأنبياء، أضرحة بالتالي الأولياء، أنبياءهم، أنبياء بني إسرائيل، ممكن أنهم ذو الكفل يعني هي والعزير صارت مسيحية وهود وصارت وصالح. إسلامية بالنتيجة، يعني ما ممكن أن تجعلها ضمن قومي، ضمن بعد قومي، خصوصا الإسلام كان ذكي بالتعامل مع الأنبياء وقال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني جعل النبي خارج القومية وخارج العنصرية، جعل للناس كافة، وهذا طبعا يؤكد على أن الإسلام ليس دينا قوميا وليس دينا عنصريا. لما يجي للأنبياء، الأنبياء من ضمنهم جو إلى أقوام، تدري أنت الفرق بين النبوة والرسالة، النبوة للأقوام، الرسالة للناس كافة. حتى الأنبياء جعلهم في سياق عام، يؤمنون بما أنزل إليك، مو قال رسل، قال أنبياء. فإحنا بالنسبة لنا بعد ما تطيهم، مثلا ما تطيهم الحصري، النتاج الحصري لموسى ولا النتاج الحصري لما قبل موسى عليه السلام، عليهم السلام، لا انتفى. ليش؟ لأن الإسلام نفى البعد القومي بالديانة أو الديانات. لكن أكد بجانب آخر، أكد على البعد القومي العربي، وجعل الكعب وين الأعلى وين هذا التأكيد؟ جعل الكعب الأعلى للعربية، وقال هي لغة، كنتم خير قال أمة أخرجت للناس، بل كنتم خير أمة، السياقات سياقات التكريم عندنا سياقات التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربين على أعجمين إلا بالتقوى. لماذا فضلت اللغة القومية؟ اللغة القومية العربية لماذا فضلت؟ العربية وهاي الأمور، وإذا هيك فأنت نص أئمتك راح يصيرون فرس. نص الأئمة شنو؟ نص أئمتك أمهاتهم مو عربيات. لكن شيخنا يعني أم الإمام الكاظم أفريقي، أم الإمام الحسين في رواية فارسية. خب النتيجة إحنا أم ما الإمام زي العابدين قصدك، عفوا شيخنا، هذا السياق العربي صحيح. العرب يعني ممكن أنه مثلا تجي إلى فد بعض الموارد، أما هم يدخلون بالسياق التكريم، لا ما عندنا شيء تكريم، عندنا تكريم على أساس قومي، عندنا تكريم على أساس التقوى. جيد، لماذا جعلت اللغة العربية يعني هي لغة أهل الجنة ولها الكعب الأعلى وهي لغة قومية بالتالي؟ هاي خصائص اللغة، يعني إذا واحد يتعلم اللغة العربية سوسيبويها عربي، شو اسمه، أغلب اللي كتبوا باللغة العربية هم عرب، زين ذولا من يتعلموا العربية صاروا أفضل من العرب يعني؟ لا أخو، مو شي الكلام، واضح أن اللغة العربية هي من خصائص القرآن، والله حتى احنا عندنا بعض الاقوال اللي هي نادره انه الله خلق اللغه العربيه، مو جت بالوضع. بالتالي اللغه العربيه لها خصائصها، لها مقوماتها، ما لها دخل بالقوميه. مولانا التفاضل بالعمل، والعمل هو التقوى. جيد، سمحت شيخ، نرجع لمحور الكلام مره اخرى عن بني اسرائيل. قلت انهم من الخزر، ما الذي جمعهم على فكر واحد إذن؟ إذا هم مشتتين ومفرقين ومعذبين، ما الذي جمعهم على فكر واحد وعلى منهج واحد وحتى في مكان واحد؟ من قال أنهم فكر واحد ومنهج واحد؟ لا مولانا، مو جهة واحدة ولا تعاليم واحدة أصلاً. إذا أنا مرات أبحث عن الأفلام اللي ينتجوها التاريخية، مو تاريخية اليهود، اللي مثلاً اليهود الموجودين في فلسطين، لا مولانا، هم أصلاً عوائل، يعني عائلة تختلف في تقاليد عن عائلة، قبيلة تختلف في تقاليد عن قبيلة. هم قلت لك من شعب الخزر اللي هو شعب مغولي، سكن استوطن شرق أوروبا، اللي هم القوقاز والفولغا يسمون، وكان يحارب من جهة الشرق والجنوب الإسلاميين، ويحارب من الجنوب الشرقي عفواً، يحارب الدولة المسيحية. بعدين طبعا هاي المؤرخين، هسه انا جاي انقل لك شيء مجمل ما يقول المؤرخين. لهذا ايش رادوا دول يحتفظون بشخصيتهم اللي هي الشخصيه، يعني في قبال ما فعل بهم الاسلام وما فعل بهم المسيح. بالقرن الثاني عشر، طبعا هذا هم استوطنوا بالقرن السابع والعاشر هجري. بالقرن الثاني عشر الثالث عشر انهارت دولة الخزر،
وفروا وراحوا باتجاه الغرب، راحوا إلى القرم، راحوا إلى أوكرانيا، راحوا الهنغاريا، راحوا البولندا والليتوانيا. إيش يحملون منهم؟ يحملون منهم هاي الديانة المتعارف عليها اليوم بالعصر الحديث. بس جيد اليوم هاي اليهودية هاي يهودية القوقاز، شيخنا، يهودية الخزر، هذا أما اليهودية يتعارض تحكي عليها يتع... ما هي يهودية محرفة بعد، بس يهودية الإسلام الأصيل اللي هو أشار إلى القرآن الكريم. سماحة الشيخ، هذا يتعارض مع يهود العراق. يهود العراق ما جاءوا من الخزر أو لا أقل من لا، منطقة الشرق اليهود الأوسط، إذا العرب، تسمح بس لي احنا شيخنا. بنتجي عن اليهود العرب، شيخنا دول عفوا، عاشوا الشتات. الآن خلينا اليوم نقسم اليوم شيخي، أنا البحث عندي تشظى حقيقة، خلينا بس اسمح نرتب لي انت، أوراقنا. لا انت تحكي عن اليهود بالبلاد العربية، انا حكيت لك عن اليهود بالبلاد الأوروبية. جيد، اليهود اليهود بالبلاد بالبلاد العربية هذول هاجروا من القرن السادس قبل الميلاد لما صار السبي البابلي النفي، وبعضهم جاء بعد سقوط القدس بالقرن الأول الميلادي، نجوا نزحوا الشرق إلى العراق وجنوب الجزيرة العربية، شيخنا عفوا، فاستوطنوا هناك، استوطنوا في مصر، الآن اسمح لي أقسم اللي سمعته من عندك وأرد ألملم أوراق البحث كما يقال. عندنا يهود جاءوا، يهود أوروبا، هم من الخزر، من الخزر وشتتوا وتفرقوا في أوروبا اي بعد القرن الثاني عشر الثالث عشر ميلادي الهجري. القسم عشر. الثاني يهود العرب، يهود العرب، هم ذول اليهود الأصليين اي اللي ذول جو بشوفوا الجزيرة العربية بعد السد البابلي، باليمن بالسعودية بعد السد بالعراق. البابلي. انا صوتك يقطع استاذ عمار شيخنا، عفوا. بلي سمحت الشيخ، يهود العرب او اليهود العرب اصح، او اليهود اللي سكنوا شبه الجزيره العربيه، هم ذول اليهود إيه الاصليين. ايش جابهم للعرب؟ جاوا بعد السبي البابلي، بالتالي جو هم اللي هو وانبيائهم وجماعاتهم بالقرن السادس قبل الميلاد صار النفي البابلي والسبي البابلي، هم جوي بعضهم لا بسقوط القدس بالقرن الأول الميلادي نسحوا شرق نحو العراق، وبعضهم استوطنوا الجزيرة العربية، وبعضهم راح باتجاه مصر الجنوب الغربي. هاي صارت أماكنهم بالعرب. هذول نتيجة التعنصر مالتهم والتعالي عاشوا، يعني قلت لك هو جاي يعيش دور الأقلية بمجتمع لازم يندمج به، هو ما يقدر يندمج بالمجتمع لأن ثقافته وعقيدته وتاريخه يعيش نظرية المؤامرة، يعيش دائما بأنه هو مستضعف داخل هاي الأمة، ما يقدر يندمج. هذا اللي ما يقدر يندمج بالأمة يضيع، يتلاشى. شلون هسه مثلا بالعراق تجد الأزيدية محصورين في مكان محدد، تجد مثلا بعض الأقليات اللي هي ما تقدر تتجاوز مكانها، هي ما تقدر تندمج بالمجتمع، لا ثقافتها لا تقاليدها لا تاريخها يقدر يدمجها بالمجتمع. واضح شيخنا؟ بلي سمحت الشيخ، اليهود هناك من يعني من قال أن يهود العالم أصلهم من اليمن وشمال اليمن، وانتشروا في السعودية ثم انطلقوا من هناك إلى العالم بشكل عام. يتعارض انت اذا تحكي على الأصول الأولى تدري، بس انت اذا تجي للباحثين ذاك اليوم الشيخ عباس شمس الدين طرح انه مصر مو هي مصر المتعارف عليها اليوم، وبعضهم طرح بأنه لا شيء اسمه يمن، كل اللي موجودات في اليمن هو في المدينة. إذا نروح للبحوث التاريخية واللي جاي طرحه السواح وغيره هو كله تشكيك. أنا هذا ما يهمني، يعني هذا مو حديثي اليوم أركولوجي، مو حديثي تاريخي بالمعنى. أنا أقول أكو قوم أشار لهم القرآن، اليوم لهم وجود، القرآن كوثيقة تاريخية صار له 1400 سنة، بالتالي وكذلك التوراة وكذلك الإنجيل هم أشارت إلى لهم. أكو تفاصيل كانوا يسكنون شمال اليمن جنوب اليمن، يسكنون مدينة، يسكنون العراق، هاي بعد التفاصيل يعني خلينا نقول يراد لها تدقيق شخص يعني جزئي.
قلت لك انا عندي نصوص على ان السبي البابلي مثلا موجودين في العراق نتيجه السبي البابلي، موجودين مثلا قضيه طول السنين والروايات اللي اشارت الى النجف. بالتالي ما اريد اروح يعني للبحث التاريخي عن الامكنه والازمنه، احنا جاي نتحدث عن سلوكيات اخلاقيات. فالقاعده الاولى، النقطه الاولى نريد نثبتها، الفصل القومي والفصل العنصري والفصل ما بين اليهود ككتابيين واليهود اليوم الموجودين. جيد سماحة الشيخ، التشابه بين يهود الأمس ويهود اليوم كبير جدا. مورد، تفضل تفضل. التشابه كبير جدا، وما نقرأه في القرآن مثل ما عبرت كوثيقة تاريخية يشبه كثيرا ما يصنعه اليهود اليوم. ها نشوف هسه، احنا انصافا مذكوره هي اكثر قوم ذكروا بالقران واكثر نبي ذكر بالقران هو موسى. يعني موسى اصلا تم تداول حياته وهو في بطن امه الى ان انتهى وتلاشى قومه بالتيه. بالتالي هاي القرآن طبعا ليش أشار؟ لأن تجربة مهمة، تجربة جدا مهمة، وهذا يؤكد على أن القرآن كان يستشرف التاريخ وكان ينظر إلى اليهود في التاريخ، هو ما تناول المسيحية اللي هي اليوم أغلبية عالمية بقدر ما تناول اليهود. ليش؟ لأن اليهود مجموعة يجب أن تدرس، يجب أن تحلل نمطياتها السلوكية، منين دوافعها، منين أسسها. فمن إجا إلى اليهود درس كل الحالة اليهودية، درسهم قبل فرعون، درسهم بعد فرعون، درسهم عند فرعون. بالتالي قلت لك هم هاي الجماعة ودرس الصالح منهم والطالح منهم. فمن يذكر اليهود الذين لا عهد لهم لا ميثاق لهم، ونشوف اليوم اليهود لا عهد ولا مواثيق، يجي يسوي لك عهد وميثاق. هذا هم ويا الفلسطينيين، كم ميثاق سووا ويا الفلسطينيين اليوم نتنياهو كلهن. ولهذا من أكد على أنه بنتي عفوا معاوية كان نفس هذا السلوك عندما قال الحسن ما صالحت عليه الحسن تحت قدم، اللي هو لا عهد ولا مواثيق. هذا يؤكد على أنه هذا الرجل خارج عن ملة الإسلام. اليوم إحنا من نعيش هذا الواقع، جاي نعيش الجانب اللي تربوا عليه في التاريخ، اللي قلت لك هو الاساس اللي ننطلق منه، انهم قوم كانوا يروا التفوق العنصري على البشر، بالتالي كانوا يعيشون حاله العزله. جيد هاي شيخنا. حاله العزله شيخنا، والخوف هذا التفوق، هذا التفوق التلاشي. هذا التفوق ما اجى عن فراغ، هذا التفوق اجى من تجربه سمائيه او سماويه معهم. يعني هم يعبدون العجل والله يتوب عليهم، يرجعون يعبدون فرعون والله يتوب عليهم. توبوا عادي، اقتلوا انفسكم. قالهم اللي يريد يتوب من عباده العجل خليه يقتل نفسه. ما اجي قال لهم يلا هذا هو غفرت لكم. مولانا وشيء ثاني، كل اللي اعطاهم الله اعطاهم لقوم موسى. هم عندهم حاله استعلائيه، هم قلت لك كانوا يعيشون دور الاستضعاف. شلون يقدر يحفظ هويته؟ مو هاي حتى عندنا احنا، حتى ارجوك يا دور شيخنا، يا دور استضعاف شيخنا. اول هم قبائل ليست بالقليله، بس اسمح لي شيخنا، هم قبائل ليست بالقليله، شيخنا هم قبائل كثيره ولهم عمق تاريخي واجدادهم انبياء. مولانا تعال للشيعي، هم عنده جزء من هاي العقيده، هم يشوف نفسه من اهل الجنه، وبما انه الامام علي امامه هو ما راح يطب للنار والباقي كلهم بالنار. تعال للسني هم يشوف نفسه، بس هو كل مجتمع يعيش هاي الحاله من التفوق، هاي حاله مرضيه. ما عندنا هيك التفوقات، احنا ما عندنا الشيعي مثلا شعب الله المختار او ابن الله، ما عندنا هاي الثقافه الدينيه. وحتى موسى من اسس لها، هم اسس، ما اسس لهذه الثقافه انه ماكو شيء اسمه شعب الله المختار. انتم اصطفاكم الله بالرساله، مثل ما اصطفى المسلمين، مثل ما اصطفى المسيح، مثل ما اصطفى الديانات اللي قبلهم. هم شافوا التفوق بالرساله، والا هم كانوا قلت لك مستضعفين للهكسوس. يعني هم ترى شعب يستبيع، مستباحه نسائهم، مستباحه اعراضهم، مستباحه اولادهم. هو موسى شلون ولد؟ هذا جاب له واحد قال له تراك واحد راح يولد من اليهود كتله، قال لهم يلا قتلوا اطفالهم سنه وعيشوهم سنه.
بالسنة اللي ما كنت لون ولد هارون، بالسنة اللي كنت لون ولد موسى. هم ما عندهم شيء يعني مثلا في التاريخ يجون يتفوقون به على الناس. وفرعون كان يتعامل وياهم بالإذلال، كان يقول لهم ما رأيت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى. فأنت ما من تجي للتاريخ وشنو تفوقهم؟ هم مستضعفين عند الهكسوس ويعبدون العجل، مستضعفين عند فرعون ويعبدون فرعون. إجا موسى حررهم، عبدوا العجل، رجعوا للعجل وأشربوا في قلوبهم العجل. تدري ايش قام يسوون من السفة باليوم؟ قاموا يشربون الماء حتى غبار العجل يطب قلوبهم. فهذا التفوق موهوم، هذا جيد عند كل الأديان ترى. شيخ أنا ما الشيخ إذا أشوف إنه تسمح لي دقيقة، هم يعني بجانب هذا صحيح ما ذكرته، لكن بجانب آخر عندهم مؤهلات ومقومات جيدة ترى. يعني هم عندهم بلي، هم أولا ديانة قومية وهم عشيرة معينة، وجد هذه العشيرة نبي من الأنبياء المبرزين وهم أولاد عم المسلمين، وعندهم كذا الله سبحانه وتعالى كذا 100 نبي بعث فقط إلهم، ويعني فضلهم في حقبة من الحقب التاريخية. جيد، هذا كله يعطيهم كعب أعلى ويعطيهم تقدم ويعطيهم أفضلية. يعني وين هاي الأفضلية مولانا؟ وين هاي الأفضلية؟ هاي الأفضلية لما الإنسان ما يستمع للحقيقة، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ويجون هم يقتلون الأنبياء والله يجزلهم نبي، بيقتلونه ويجزلهم نبي. هل هذا التفاضل؟ هم لو متبعين أول نبي مثل جماعة المسلمين، كان قلنا ذولا ناس واعين ورأسا أدركوا الرسالة وفهموا الرسالة. أما هم كانوا يكذبون الرسل وكانوا يقتلون الرسل، وكانوا يقتلون الرسل بالتمثيل بأشد القتل. يعني تصور فرعون، الله يقول فرعون رشيد، ليش؟ لأنه كان مو ابن زنا، وهم ذول استضعفهم لأن هم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. يعني إلا المستضعفين اللي هم اتبعوا موسى، وهم قلة قليلة. لأن أنت تخلي بالك هسه، شوف الآية القرآنية اللي أشارت إلى أنهم عبدوا العجل، حطت استثناء، لو حطت الاستثناء بس لهارون. يا ابن أم إن القوم استضعفوني لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني، أشار إلى القوم اللي هاجروا. فما يعني من تجي تقول هم بالتاريخ عندهم تجربة امتدت يعني زمنيا أكثر من تجربة غيرهم، لهذا هم احتاجوا إلى رسول، ولكن بالنتيجة هم آمنوا لو بقوا مستضعفين. جيد سمحت شيخ، هذه الحالة من قتل الناس وقتل العوام وقتل حتى على الظن والشبهة ورس الأنبياء، حتى سماهم القرآن أصحاب، سما فرقة منهم أصحاب الرس، هذه الحالة موجودة اليوم، فهي سنة من سننهم التاريخية التي قد تعطى على وفق رأيهم يعني حالة من الشرعية. لا هم شوف اكو عندهم صفات مثلا هاي ثابته القران اشار لها، مثلا عداوتهم للمسلمين للمؤمنين، مو بس المسلمين حتى المسيح، هم يكرهون المؤمن. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. يعني قد المشرك يكره المؤمن، اليهودي يكره المؤمن. ما تحدث عن مسلم، بعد تحدث عن المؤمن. مؤمن لعله سمحت الشيخ، هذا يفسر، حتى لو كان مسيحي، هذا يفسر قول نتنياهو مولانا. هم اقول لك عزيزي، نتنياهو سيلوغا لولا ياهو اكثر خطر. اقول لك هو من اللي قتلهم مستضعفهم؟ هم المسيح بالعصور الحديثه، لان كانوا يعتقدون هم قتلت عيسى. الى ان الكنيسه برأتهم من قتل عيسى قبل كم سنه، حتى انه هم يوصفون ابن اليهودية في الثقافة المسيحية يعني ابن الزانية. بالتالي هم منو كان يقتلهم؟ أقول لك هو هتلر كان مسلم. هم أقوام يعني كانوا يثيرون اللقاء مشاكل، يعيشون على الربا، يعيشون على إثارة الفتن بالمناطق، لأن هم قلت لك هاي نظرة أنه هم مستضعفين لازم يخلون، أو هم أقلية لازم يثبتون وجوداتهم. بالتالي هذا الشيء يسوي سلوك نمطي، انه لازم يحمي نفسه، فيحمي نفسه. لهذا ستشوف بالعالم اي اقليه عندها راس مال، هاي البهره هم اغنى العالم،
اللي مصنعيليه، تعال اليوم شوف الاكراد ببغداد اغنى من الاكراد اللي بالشمال. ليش؟ لانه هذا من يشوف نفسه اقليه في مجتمع يريد يحصن نفسه، فيحصن نفسه بالمال، هم حصنوا نفسهم بالمال وبالاعلام. جيد. زين شوف، هم اعطيك مثلا ان هم جبناء وعندهم تعلق بالدنيا مو طبيعي، لانتم اشد رهبه، هم ما يخافون ترى من الله، يخافون منك. ذلك بانهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا. شو اليوم لو ما امريكا ما يحاربوك ترى، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. شوف شلون جاي يوصفهم القران بوصوف يعني انهم لا عهد لهم، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. جيد سمعت شيخ، الفساد والافساد. هاي ثلاث صفات. نعم. ثلاث صفات نجدها موجوده لا الى اليوم. هواية. بعد انه يسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين، الكذب وتحريف الايات، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، عندهم حرص على الدنيا. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، شفناها حياه نكره يعني حتى اسفل الحياه عندهم حرص عليه، ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه. مولانا هم يكفي عندهم فتوى جواز استخدام الجسد الانثوي لاضلال الشباب المسلم، يعني هاي المره اللي تطلع بالتلفزيون عاريه هاي عندهم بمستوى الراهبه، هاي مجاهده عندهم. ليش؟ لان تظل المسلمين عندهم يعني ضمن تعاليمهم الدينيه جواز استعمال الجسد الانثوي لاضلال الناس. لهذا اغلب الافلام الاباحيه ترى مو موردها فقط مالي، موردها عقدي ديني. والله ليش عندهم وحده اكو من رهبانهم استخدمت جسدها ظلت لها مسلم قالوا اذا جائز. جيد سماحة الشيخ، الآية التي تحدثت عن أنه يقاتلون تحدثت عن أنهم يقاتلون من وراء جدر. أي لو نرجع على هذه الآية ونقف على هذه الآية قليلا باعتبار أنها يعني توضح طبيعة الحرب الدائرة اليوم. واضح اليوم هم، شوف اليوم هم لا يحاربوك إلا بتحالفهم ويا أمريكا. أمريكا دولة عظمى تمتلك السلاح والمال وعندها سيطرة على كثير من منافذ العالم، لكن في قبال السنة الإلهية تعال شوف قوم يمن فقراء لا يجدون قوت يومهم أوقفوا أمريكا وإسرائيل على أقدامهم. ليش؟ لأن السنة التاريخية شو تقول؟ قاتلوهم يعذبكم الله، يعذبهم الله بأيديكم. بلي. المشكلة اليوم الأمة الإسلامية تخلت عن عقيدة الجهاد، والجهاد هو اللي السنة اللي بقت الله أبقاها، إنه قال إذا تريد تنتصرون بس حاربوا أنا أنصركم، إن الله ينصر رسله بالغيب. يعني ترى قضية النصر حتمية في محورية الصراع مع الآخر، فقط أنت أدي تكليفك. هي المشكلة الأمة الإسلامية ما جاية تأدي تكليفها، ولا شنو يهود؟ شنو كفور؟ شنو شرك بالعالم؟ والله واحنا نؤمن بان الله عندنا الله. ترى محمد صلى الله عليه واله مع خديجه وعلي اسس هذه الامه. ليش؟ لانه حقق السنه الالهيه. ان تنصر الله ينصركم. جيد. سمحت شيخ ارجعنا للايه وتفسير الايه. لا يقاتلوكم الا من وراء جدر. جدر يعني اللي يحصن روحه الله يحاربك، ما يجي يحاربك. هذا يفسر اليوم ما تقوم به إسرائيل من قصف على مسافات بعيدة ومتحصنين بما يعرف بالقبة الحديدية. إيه بالتالي هو هذا الجدر، لعل عنوان الجدر اليوم قبل كان هذا جدار القلعة، اليوم يتفسر بأنه هو كل الدفاعات اللي جاي تصنعها إسرائيل من أجل حماية مؤسساتها ومنشآتها. جيد سماحة الشيخ، بعد لو تسمح أنه نسترسل أكثر في جانب التشابه بين إسرائيل اليوم وإسرائيل أمس، والتشابه القلبي لا أقل. لا إحنا شوف، هو القرآن الطانة منفذ، يعني هذا القرآن من جاي يتحدث عن إسرائيل، عفوا الصهاينة واليهود، جاي يتحدث
يعني ضمن حقائق، جاي يقول ترى هذا المجتمع هذا اللي جاي تحاربوه هاي صفاته. مرة اعطاهم صفات خاصة اللي قريناها، مرة اعطاهم صفات هم والنصارى، يعني مشتركين مع النصارى. مثلا هم العونين على لسان الأنبياء، هاي طبعا هنا تنفي نظرية التفوق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جيد. اليهود والنصارى طبعا النصارى هم كانوا يرون انهم هم ابناء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم ان بل انتم بشر. زين هم يحتقرون الناس ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين. هاي انا اعتقد هاي مساله القانون لا يحمي المغفلين جايه من هاي النظره. هذا أمي يقول لك احنا ليس على هسه الأم هنا تفسر بالذي لا يقرأ، تفسر بالأمي يعني العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. المهم هم قالوا ليس علينا في الأميين من سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هم مشردون طبعا في الأرض، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحساب والسيئات لعلهم يرجعون وعليهم غضب الله. وكثير من تلك الآيات اللي أشارت إلى أنهم يعني ما عايشين هاي الحالة من التفوق، إلا مثل الشخصية النرجسية المرضية اللي يشوف نفسه على شيء وهو ليس بشيء. سماحة الشيخ فلاح القريشي، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا، شكرا جزيلا لك ل يعني تفرغك معنا لساعة كاملة في هذا البرنامج المبارك، شكرا جزيلا. الله يسلمك، الله يحفظك، الله يخليك. شكرا كذلك جزيلا أحبتي لكم ولكل المشاهدين الكرام. شكرا لكم أحبتي المشاهدين لحسن الإصغاء وحسن المتابعة، ألتقي وإياكم في حلقات قادمة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله وأسترعيكم في أمان الله وحفظه.